ومعدنا الليلة مع ضيفي من الضيوف المفضلين لدى المشاهدين ويقولوا لي امتى بقى يوم الجوادي، فكده على طول اقول انه ضيفنا النهارده المؤرخ والباحث والسياسي الدكتور محمد الجوادي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. من غير اي تقديم ولا حاجه، بس لا. انا عايز اسال، بيقولوا ان انت هيحطوا اسمك في موسوعة جينيس. لا 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 ولا اي حاجه. عارف ليه؟ ولا اي حاجه خالص، عشان ما بتبطلش تفكير. لا 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 لا، في ناس كتير بتفكر تفكير وتدبير، ولانه ناس بتعتبره يعني صاحب ثقافه موسوعيه، او هو كده موسوعه تسير على قدمين. احنا واحنا بنتكلم معاه هتلاحظوا هينتقل من التاريخ الحاضر للمستقبل ويقول لنا حلول للسنوات القادمه. مثلك الاعلى، انا سمعت ابن رشد. اه طبعا ابن رشد. ليه؟ لانه كان قاضي القضاة وطبيب الاطباء في نفس الوقت. وانت عايز ابقى قاضي؟ عايز ابقى لسه عايز تبقى قاضي كمان. ما انت حافظ يعني كل 90 كتاب يا جماعه، يعني عشان نعرف بس بنتكلم مع، ومنهم قواميس. فيعني قاموس ايه؟ قاموس الطبي. قاموس الطبي، يعني قاموس الطبي ده عشان حد يكتبه عايز 30 واحد يكتبوه. لا لا، فهو ده كتاب من 90. ما شاء الله، نمسك الخشب عشان ما احسدكش. لا لا، تحت امرك. طب ايه الموضوع يا فندم دلوقتي؟ الدنيا، هل نحن في حاله صدام متوقع؟ العسكري يهدد الاخوان والاخوان يردون ببيانات حازمه صارمه. هل كما يقول الصحفيون دائما نهايه شهر العسل؟ هو انا كلمه صدام متوقع هشيل منها حرفين، فيبقى صدام واقع. هو صدام واقع فعلا، لانه ده الطبيعي انه كان لازم يقع الصدام، لانه التمرس بالحياه السياسيه والحياه البرلمانيه عند الطرفين كان يحتاج درجات اعلى شويه حتى تتضح الامور من البدايه. هبتدي بالدستور اللي هو المساله اللي يعني عاليه امبارح والنهارده. الدستور في العالم كله في العلوم السياسيه يعني ليه ثلاث طرق لكتابته او لتقديمه للناس. الطريقه الاولانيه انه التقليديه اللي موجوده في كتاب حقوق اللي قالها مثلا الشيخ حازم والناس المرشحين اللي درس حقوق، ان جمعيه تاسيسيه تضع الدستور اللي هو زي فرنسا بعد الثوره الفرنسيه. الطريقه الثانيه انه يصدر كمنحه من الحاكم، ايا كان الحاكم، المجلس العسكري، الملك، رئيس الدوله، امير، ايا كان، منحه يعني يطلع الدستور بدل ما حد يقول حاجه. الدستور اهو قررنا اصدار الدستور، فيصدر الدستور. الطريقه الثالثه اللي اتبعتها ثوره 23 يوليو 52 واتبعتها بلاد كتير، انها تشكل لجنه واللجنه تعمل دستور ثم تعرضه للاستفتاء فتكسبه الشرعيه بالاستفتاء. يبقى فيه ثلاث طرق. لما احنا نشا عندنا وضع جديد، دوله جديده، الجمهوريه الخامسه او الجمهوريه الثانيه ايا كان مفهومها، لانه احنا في ناس بيربطوا الجمهوريات بالرؤساء الاربعه فتبقى الجمهوريه الخامسه، داخلين على الجمهوريه الخامسه. وفي ناس بيقولوا ان كل اللي فات حاجه واحده فيبقى الجمهوريه الثانيه هي اللي احنا فيه، باعتبار الجمهوريه الاولى اللي هي فيها الاربعه، ال 52 او ال 52 او اللي هي 53، لان الجمهوريه اعلنت في 18/6/53. وده اقتداء برضه بالفكر الفرنسي، انه دي جول الوقت الجمهوريه اللي عايشه في فرنسا دلوقتي، دي جول ودستوره بعد استقلال الجزائر او بعد الموافقه على استقلال الجزائر. فاذا احنا عندنا جمهوريه جديده نشات يوم 25 يناير، والجمهوريه الجديده لغت الدستور القديم. فاذا لابد يبقى في دستور جديد، الى ان يصدر الدستور الجديد لازم يبقى في اعلان دستوري. لازم يبقى في اعلان دستوري ولا ده حل؟ لازم حل. يعني هل ده اتعمل قبل كده في اي حته؟ طبعا، حتى لو الاعلان الدستوري باستمرار دستور 71، بس لازم يبقى فيه معنى انه اتلغى، واحنا يعني زي حكايه تسيير الاعمال شغالين على يعني الاحتياطي. شغالين على الاحتياطي. فاذا كان الاحتياطي كويس بنمشي بيه، زي في الطياره كده بيبقى في الطيار اللي هو الطيار الحقيقي، وبعدين لو داس على زرار كده تمشي الطياره لوحدها يقول لك اوتو بايلوت، يعني الطيار الاوتوماتيكي. فاحنا طيار اوتوماتيكي.
بس دلوقتي الاوتوماتيكي بقى اكتر من الحقيقي يعني دلوقتي اللي هو النظام الجديد في الطيران بقى الاوتوماتيكي هو الاكتر. ولذلك محمد عطا اللي هو قاعدين اوتوماتيكي على طول محمد عطا اللي هو في 11 سبتمبر اتدرب على الطيار الاوتوماتيكي الحاجات السيميوليتنج ده السيميوليشن اللي هي المحاكاه اللي بيشوفها على الخريطه وكده. فدلوقتي هو الحقيقي هو السيميوليشن اللي بقى بالمحاكاه يعني تحول الحقيقي الواقع الى المحاكاه ودي عظمه العلم انه بتنفي وجود الشخص بتمشي بسيستم بقى. فموت المؤلف، موت الناقد، موت المؤرخ، موت المفكر، موت الرئيس، موت الرئيس، كل الحاجات دي. موت المرشد، يعني كل حاجه يبقى فيها سيستم معروف هو متوجه فين وكده. اي في سيستم، نظام ان انت تخرجي من الفرديه الى الجماعيه، بتخرجي من الالهام الى الدراسه، بتخرجي من قرار اللحظه الى قرار الدراسه، تخرجي بدائل كتير. فطبعا احنا عملنا اعلان دستوري وقلنا فيه بعد ما اللجنه الدستوريه اجتمعت اللي هي اللجنه العشره اللي هم كانوا بديل للعشره الاولانيين اللي شكلهم رئيس مجلس. العشره التانيين كان فيهم ثلاثه من الاولانيين. يعني اذا الناس اللي اشتركوا في 10 الاولانيين اللي برئاسه المستشار سري بيه ثم بتاع الدكتور طارق بيه اللي هم العشرة التانيين، في ثلاثه من دول اتكرروا في دول. طيب احنا لما بقى عندنا دلوقتي اعلان دستوري قال انه هيبقى فيه انتخاب لبرلمان والبرلمان يضع الدستور. لا ما قالش البرلمان يضع الدستور. ايوه حاضر حاضر، هو قال البرلمان يضع الدستور، هو ده الخلاف بقى. هتقولنا الاعلان الدستوري. لا ما قالش البرلمان يضع الدستور. حاضر هو ما قالش ده صراحه. وما قالوش في اي نص. ومحدش اعلنه. لكن من الواضح لكل ذي عينين ولكل دارس العلوم السياسيه ان دي السكه اللي احنا مشينا فيها. زي بالظبط ما نقول احنا رايحين اسكندريه من الصحراوي، لو احنا رايحين اسكندريه من الصحراوي ونيجي عند الريست هاوس عند وادي النطرون وتقولي لي حضرتك هي طنطا فين؟ مفيش طنطا بقى، لان طنطا دي في الزراعي. فدي نفس القصه، ان احنا مشينا في الاعلان الدستوري في سكه ان هيجي، وده الاختلاف الكبير اللي خلق المشكله، انه احنا دلوقتي هنعمل ماشيين في الصحراء، ماشيين في سكة إن هيبقى فيه برلمان قبل الدستور. تقدري تخالفي في دي؟ يعني اللي حصل، فعلا إن فيه انتخابات برلمان قبل الدستور. إذا إحنا ماشيين في سكة جمعية تأسيسية. إن البرلمان ده مش برلمان. وإنما هو في حقيقته جمعية تأسيسية. نرجع للغة بقى. هي كلمة جمعية تأسيسية جاية من تأسيس. والدستور نفسه هو القانون التأسيسي. فكان مفروض ان الراجل زمان اللي يترجم ادبيات السياسة زي ما قال دستور سمى الكونستيتيوشن ده والفكرة الكونستيتيوشن ان دستور يسمي الجمعية اللي بتعمله دي اللي هتنتخب عشان تعمله زي الثورة الفرنسية يسميها بدل ما يقول جمعية تأسيسية يقول جمعية دستورية. كان الناس فهمت العملية كلها. يعني اذا السكة اللي احنا ماشيين فيها هي الطريق الصحراوي اللي فيه انتخابات قبل الدستور. دي لا تعني في الفقه السياسي ولا في التاريخ كله إلا أن هذا اللي أنت بتنتخبه يعمل دستور ثم يتنحى. يعني بمجرد ما اللي هيعمل ده يعمل الجمعية التأسيسية تعمل الدستور تنتهي مهمتها بوضع الدستور. طب وبقيه البرلمان يروحوا فين بقى؟ هو لا ما دخلوش الجمعية التأسيسية. عايز تخلي ان كل البرلمان هو اللي كان يعمل. ايوه ما هي القصة ما احنا خلينا نمشي في المفروض او المتوقع في العلم ونمشي في اللي حصل. فاحنا كنا بدل ما ننتخب 600 وشوية كنا هننتخب 100 بس. الشعب كله يبقى دايرة واحدة. بينتخب الناس دول لهدف واحد بس ان هم يضعوا الدستور، يبقى اذا مش هينتخب فيهم الراجل اللي مالوش ثقافه وضع الدستور. هو نفسه ما يقدرش يترشح لان احنا بننتخب 100 يضعوا الدستور. اذا احنا اناطنا العمليه بالشعب يبقى كنا نخش حضرتك وانا نخش الدستور، فحضرتك تعرفي تكتبي الدستور، انا ما اعرفش اكتب الدستور، فالشعب هو اللي يختار. او الشعب يختار، اللي ما يعرفش يبقى هو الشعب اللي يختار. يبقى كنا من الاول ما دمنا احنا عملنا الدستور ده اللي هي جمعية ان احنا ماشيين في الصحراوي، يبقى عملنا انتخابات قبل الدستور، يبقى دي جمعية تأسيسية هتعمل الدستور والسلام عليكم، ويتعمل بناء على الدستور الجديد اللي بيصوغ في احد ابوابه
البرلمان هو ايه؟ ينتخب البرلمان الجديد. وهذا حدث حتى في 71. ازاي؟ ما هو في 71 مجرد ما اتعمل الدستور اجريت بقت دولة مؤسسات، بقى فيه برلمان جديد بتاع 71.